فقوله تعالى: فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. والشكر ذكر هنا لأنه ذكر الرزق، وإذا رزقت بخصلة حميدة أو بمال فإن الواجب عليك أن تشكر الله عز وجل. إذا طلبت الرزق من الله فنلت هذا الرزق فعليك أن تشكر الله عز وجل على هذا الرزق. ثم قال تعالى: إليه ترجعون. إليه ترجعون فيجازي كلا بعمله، الشاكر وغير الشاكر، العابد وغير العابد، الطالب للرزق من الله والذي لم يطلب الرزق من الله وإنما طلبه من غيره. فالتنويه أو الختم بقوله وإليه ترجعون، ختم الآية، فيه تهديد وترهيب أن تصرف عبادة لغير الله عز وجل.